هذا وطن ابائنا واجدادنا، وطننا الذي لا وطن لنا سواه، فيش الا وطن غيره يعني. ابرز النقاط كانت هي توضيح حيثيات يوم الارض، اسبابه، العبر التي استشفها شعبنا واستفاد منها من ذلك اليوم، وهي تعزيز الوحدة الوطنية، تعزيز الانتماء للأرض، تعميق الهوية الوطنية الفلسطينية في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، وأثنى الشعب الفلسطيني هو شعب واحد في كافة أماكن تواجده في الجليل والمثلث والنقب وفي الضفة والقطاع وفي العالم كله. ضرورة العمل على مشاركة الشباب في تنمية المجتمع وفي إنهاء الانقسام الفلسطيني الحالي. هناك دور كبير للشباب، لهذا الجيل الناشئ والجيل الذي سيعتمد عليه في المستقبل في تشكيل الدولة الفلسطينية، تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة، وهي العمل وحث القوى الوطنية والأحزاب والفصائل على ضرورة إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية لشعبنا في كافة في الضفة والقطاع. طبعا نزلت كل يوم في مدرسة جمال عبد الناصر لإحياء ذكرى يوم الأرض، ركزنا نشاطاتنا في الثلاث أيام، اليوم الثلاثة والأربعاء والخميس لإحياء مناسبة يوم الأرض في أكثر من مدرسة في محافظة طول كرم. اليوم إحنا موجودين في جمال عبد الناصر، كمان في الأستاذ بدر ضميري مفوض التوجيه مفوض السياسي في طول كرم، موجود في فاطمة الزهراء، الأستاذ فيصل سلامي موجود في مدرسة زهير بن أبي سلمة، كمان بكرة في عنا أكثر من شخصية مستضيفها في أكثر من مدرسة، وبعد بكرة كمان نفس الشيء في مجموعة أشخاص قادمين بيساعدونا في هذا العمل مثل الأستاذ خالد الزغل، فيصل سلامة، شخصية عاشوا ذكرى يوم الأرض، الأخ طبعا أو الأستاذ عبد الناصر صالح هو من مصابين يوم الأرض وأسير في يوم الأرض كان. اليوم التقينا في مدرسة جمال عبد الناصر وتم الحديث عن يوم الأرض بشكل كثير أنا يعني بسيط وسهل للطالبات، وإن شاء الله أنهم يستوعبوا. وطبعا جاء التأكيد من هاي التوجيه السياسي في إحياء جميع المناسبات الوطنية اللي بمر فيها شعبنا الفلسطيني. الحقيقة أنه هذا الجيل هو جيل صغير بالسن، لم يشهد هذه أحداث جسام مرت على شعبنا، خصوصا نحن الآن بصدد يوم الأرض، كان هذا الجيل لم يخلق بعد، ولذلك نحن علينا واجب بصفتنا عصرنا تلك الفترة، وبصفتنا أناس مثقفين ولنا قدر جيد من الاطلاع على تاريخ هذا الشعب، أن نطلع هذه الجيل على هذه الأحداث الجسام التي مرت على بلادنا وعلى شعبنا الفلسطيني وما زالت تتوالى أحداثها. تم التعرف على أحداث لم نعاصرها نحن من قبل، تم الحديث عن شهداء منهم رأفت الزهيري، وعن المظاهرات التي تمت من قبل الفلسطينيين ردا على الإسرائيليين عندما دخلوا الأراضي العربية وحاولوا قيامة المستوطنات فيها. كان الرد على الإسرائيليين عنيف من قبل الفلسطينيين، قاموا بالمظاهرات والمسيرات ردا على الإسرائيليين. اليوم احنا مجتمعين ليوم الارض مع حركة التوجيه السياسي الفلسطينية. اليوم يوم الارض بصادف 30/3/1967 ميلادي. اليوم تحدثنا عن عدد كبير من الشهداء اللي استشهدوا في يوم الارض، عددهم 6 شهداء، منهم الطفلتان لينا النابلسي ومنتهى الحوراني وزهير الزهيري. واخيرا احنا تعرفنا على معلومات جديده ما كنا نعرفها بالسابق، وهي اكيد احنا ما عاصرنا هذا الحدث، واليوم يعني احنا ننقل هذا الشيء لاجيالنا الجديده حتى يتعرفوا على شيء احنا تعرفناه في هذا الوقت.